النهارده كان هناك فوز تاريخي لبيراميدز. تاريخي على مازيمبي؟ تاريخي ازاي يعني؟ لانه دي اول مباراه في تاريخ بيراميدز في دوري الابطال الافريقي، وهو سبق ولعب في الكونفدراليه، وصل مره فاينل ومره سيمي فاينل وهكذا، لكن دي اول مره يلعب في دوري المجموعات في البطوله الافريقيه، وبالتالي هذا الفوز هو فوز تاريخي لنادي بيراميدز. بيراميدز فاز 1-0 بس، والنتيجه العادله هي 3، يعني النتيجه العادله هي 3. على فكره فرقه مازيمبي لم تهدد مرمى احمد الشناوي اطلاقا. سيبك من طريقه اللعب وتغييرها، دي هنتكلم فيها مع الزميلين العزيزين احمد يماني واحمد نجيب، لكنه الفوز كان مهم في الانطلاقه، والفوز جاء مع بدايه الشوط الثاني مع الدقيقه 9 من الشوط الثاني، الدقيقه 54 من اللقاء، اسيست حلو قوي للرفع من الشيبي، الاسيست من مايلي، والتهديف من فخري لاكاي، غير الراجل في طريقه اللعب هنتكلم فيها شويه، لكنه 3 نقاط في غايه الاهميه لبيراميدز في بدايه مشواره الافريقي. اقدر اقول لك من دلوقتي انه المجموعه دي رايحه لبيراميدز وسان داونز، دول اللي هيتاهلوا عن هذه المجموعه، وابقى افتكر كلام. لكنه عن فرحه باتشيكو لا تسل بهذا الفوز. تعال نشوف باتشيكو قال ايه بعد المباراه، ونشوف اللقاءات اللي موجوده عندنا بعد هذا اللقاء.